تجرب أو حتى تفكر إنه تلمس هالحجر. لمسه أنت إذا بتقدر، بس قبل ما تلمسه انتبه، اتذكر إنه الشخص يلي معه هالحجر ممكن يحول شو ما يلمس لذهب. لأي سبب بده يكون الحجر المميز معك أنت؟ إذا شخص شرير بيحصل على هالحجر، تأكد إنه ممكن يستعمله لحتى يدمر كل البشرية، بس مالك الحجر المميز هو بس بيقدر يرجع لي. يا هالحجر المميز للمحافظة على الأمان بالعالم كله، صار لازم ترجع على أرض الجنيات. لا ومن هيداك النهار تيمور محجوز بهالساعة كتمثال. لا أقدر أتخلص من وحدتي، بقعد بحكي لحالي مع تيمور مثل ما شفتوني عم بعمل قبل شوي، حتى أنه بقعد باكل معه. كل شي بقي، ما في شي تغير. ما في ولا طريقة لحتى نرجعه؟ في بس طريقة واحدة لا يرجع فيها ابن تيمور، أميرة الجن اللي عطته الحجر المميز، إنه نقدر نحصل على عصاها السحرية. هي الطريقة الوحيدة لا يرجع فيها تيمور لطبيعته. وبهالحالة ليه ما طلبت مساعدة أميرة الجنيات؟ الوصول لأرض الجن على قدين منه شي سهل أبدا. جسمي التعبان ما بقى عنده القوة الكافية. أنا صرت ختيار ومش قادر ساعد ابني، مش قادر ساعده، مش قادر ساعد ابني حبيبي. كون شجاع يا ملك، رح روح على أرض الجنيات وقابل أميرة الجنيات، ورح جيب معي العصا السحرية، وكمان رح جيب الحجر المميز من عندها، وبهالطريقة أنت بيرجع لك الأمير تيمور، وأنا بترجع لي حبيبتي ياسمين. الظاهر إنه الملك هارون لا متطوع. شي عظيم، شي عظيم. سمحنا يا معلمي، بس إذا نجح علاء الدين بمهمته ورجع الأمير تيمور لطبيعته، أنا أكيد إنه تيمور رح ينتقم منك. هيدا الشي بس إذا نجح. مزبوط، أنا رح جرب حرد أميرة الجنيات على علاء الدين. بهالطريقة علاء الدين ما بيعود يقدر يعمل شي. طيب ورح تقبل أميرة الجنيات معك؟